أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل. نخصص فقرة ضيفي التحرير لهذا اليوم لمناقشة تطورات المشهد السياسي في المغرب على ضوء الإعلان الرسمي عن الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية، وهي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال. وينضم إلينا السيد رشيد الأزرق، أستاذ القانونية الدستوري والعلومية السياسية بجامعة بن طفيل بالقنيطرة. السيد رشيد الأزرق، مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بالمشاهدين الكرام. مرحبا. كمتابع للشأن السياسي، كيف استقبلتم خبر الإعلان الرسمي عن مكونات الأغلبية الحكومية؟ لازلت تذكريني معي الأخت جوهرة أن فور تعيين الملك لرئيس الحكومة المكلف عزيز أقنوش كانت لنا حلقة من خلال القناة، وحينها تنبأنا بأن عزيز أخنوش سيذهب إلى الوضوح الإيديولوجي على اعتبار بأن اختار الثلاثي لا يجمع بينهم كونهم قطب ليبرالي في أفق تشكل قطب اشتراكي في المعارضة، وبالتالي فإن عزيز أخنوش رئيس الحكومة المكلف احترم الإرادة الشعبية واحترمها من حيث الترتيب ومن حيث التوجهات الإيديولوجية، وبالتالي لأول مرة في تاريخ المغرب أن الناخب يرتب الأحزاب وفق التوجهات الإيديولوجية، والحال أن اليوم عندنا قطب حكومي أو قطب الأغلبية ليبرالي اجتماعي، وسيتشكل قطب معارض من الأحزاب اليسارية وهو القطب الاشتراكي، وبالتالي فإننا ربما من خلال الحكومة الحالية ندخل زمن القطبية التي لطالما نادى بها الملك أمريكا المغرب. نعم، ونحن نتحدث عن مميزات هذه التشكيلة، هي صيغة جديدة ربما في تاريخ المغرب، ثلاثة أحزاب يعني تكون هذه التشكيلة كما يقول المتتبعون، يعني دأبنا على مكونات، خمس مكونات، ستة مكونات أو سبعة مكونات في حكومة واحدة، ما تعليقكم على هذه الصيغة الجديدة؟ التركة التي ستشكل الأغلبية ستمكن من ثلاث أحزاب، هذه ثلاث أحزاب لها قواسم مشتركة يمكن من خلالها الوضوح الإيديولوجي والوضوح في السياسات العمومية وإعمال معادلة دستورية رفع المسؤولية بالمحاسبة، وتمكن كذلك من أن تكون حكومة متضامنة وقوية، الشيء الذي لم نكن نشاهده في الحكومات السابقة، وبالتالي كما أن هذه الحكومة محصنة بمشروع نموذج أموي، وبالتالي فإننا نعول عليها جميعا للدخول لمرحلة التنمية لتكون حكومة مقلصة، على اعتبار بأن لن تكون هناك طرديات حزبية باعتبار أن هناك ثلاث أحزاب كبرى التي تصدرت الانتخابات وهي التي ستشكل الحكومة. يعني هي ربما احترمت ما أفرزته صناديق الاقتراع. سيدي، عندما قلنا بأن الناخب لأول مرة في تاريخ الاستحقاقات المغربية بوأ الأحزاب وفق توجهاته الإيديولوجية، فإن السيد عزيز أخنوش ربما اخترب الحيار الديمقراطي، ربما ذلك يتلائم حتى مع طبيعة المرحلة، لكوننا عشنا في حكومة البلقنة، حكومات متتالية، وحكومات متتالية هي التي ولدت لنا التراشق، هي التي ولدت لنا صعوبة إعمال رفع المسؤولية بالمحاسبة، هي التي ولدت لنا حكومة جزر وليس حكومة متضامنة وقوية، إذا هذه كلها إمكانيات أو مؤهلات أو معطيات ممكن أن تقوي هذه الحكومة بقية عزيز أخنوش، كما كذلك قوت لنا معارضة ربما تكون متجانسة على اعتبار أن الأحزاب التي انحازت للمعارضة أو التي دفعت المعارضة هي أحزاب لها قواسم مشتركة في كونها أحزاب يسارية. نعم، وأنتم تتحدثون عن المعارضة، هل اصطفاف حزب الاتحاد الاشتراكي الحزب العريق في المعارضة هل سيعطي يقتضي يعني هل هذا سيعطي دينامية للمعارضة يعني في المغرب؟ لا شك، ونحن دأبنا الاتحاد الاشتراكي في الحكومة. لا شك، ليس هناك حزب دائم في الحكومة أو حزب دائم في المعارضة، بل إن المسار السياسي هو التداول حول السلطة، والحال أن تموقع اتحاد اشتراكي داخل المعارضة يزيل علينا الغموض التي كانت فيه الحكومات السابقة، باعتبار أن الإرادة الناخب هو الثلاث أحزاب ليبرالية بذات طابع محافظ المرتبة الأولى، وبالتالي فالاتحاد الاشتراكي له المؤهلات، كل المؤهلات إذا ما تحول من حزب فرد إلى حزب مؤسسة أن يقود القطب اليساري، وتكون لنا البرلمان في صيغة واضحة
قطب ليبرالي يحكم وقطب يساري يعارض، وبالتالي هذه المعارضة اليسارية والتسيير اليميني يمكن أن تعطي ليبرالية اجتماعية إذا ما تم تفعيل جميع الآليات أو الإمكانيات التي يمنحها الدستور، خاصة وأن السؤال واللخبطة التي وقعت في من خلال تشكيل حكومة أخنوش أن الكل يريد دخول الحكومة، والحال أن الكل يريد دخول الحكومة أعطى إشارة سلبية على اعتبار كون الحكومة صارت حكومة لتلقي الغنائم أكثر ما هي حكومة لتطبيق برنامج. نعم، نحتاج إلى حكومة قوية وأيضا إلى معارضة قوية، لأن قيمة أي ديمقراطية هي في احترام حقوق أقليات، ولم يكن المشرع وكان المشرع الدستوري ذكيا عندما أعطى حقوق المعارضة، وبالتالي الوضوح يمكن حتى الناخب من محاسبة أو من الذهاب للانتخابات لمحاسبة هذه الحكومة إما بالتمديد لها أو بمعاقبتها، ويكون حينها التداول السلمي المنصوص عليه دستوريا والمتعارف عليه ديمقراطيا. إذن هذه الحكومة هي دفعة في المسار الخيار الديمقراطي، على اعتبار بأن الديمقراطية هي مسار طويل وشاق تقتضي الممارسة. لا شك يا سيدتي بأننا عشنا 10 سنوات من الضبابية، لم نكن نعرف من يحكم ومن يعارض، الكل يريد هذا. الضبابية أثرت على المسار السياسي ولم تمكن المؤسسات بالقوة اللازمة التي كنا نناشدها جميعا، حتى أن دستور 2011 لم ينشد كامله ونحن في عقد من دستور 2011. نعم، في نظركم ما العوامل التي أسهمت في الإعلان بشكل مبكر عن تشكيل الأغلبية الحكومية هذه المرة؟ أولا طبيعة رئيس الحكومة كونه شخصا من المقاولة وللمال ثمن ولهذا الزمن تسريع أو الزمن له تكلفة. أما الناحية الثانية فإن إذا كان يعود الفضل لأحد فيعود للناقب المغربي الذي أعطى خريطة سياسية واضحة بأحزاب 3 كبرى تمكن من قيادة أغلبية مريحة بمقاعد مريحة، وكذلك أعطى للمعارضة أعطى معارضة يمكن متوحدة أو لها إمكانية التوحد شريطة أن تعرف هذه الأحزاب والدخول من مرحلة الأحزاب الأفراد إلى أحزاب المؤسسات. لا شك يا سيدتي بأن الأحزاب المعارضة في ذلها لها قيادات، هذه القيادات تعد من الزمن الدستوري السابق، والحال أنها تحتاج رجة، هذه الرجة التي ستصب بدون شك لمصلحة الوطن ولمصلحة المؤسسات ولمصلحة الخيار الديمقراطي. نعم، وأنتم تتحدثون قبل قليل عن الانسجام بين الأحزاب 3 المشكلة للأغلبية الحكومية، كيف تقرؤون الخطاب السياسي لهذه الأحزاب؟ الخطاب السياسي لهذه الأحزاب كونها أحزاب هي في الأصل أحزاب ليبرالية كلها، وبالتالي فإن لدينا الآن مشروع تنموي متفق عليه بمقاربة تشاركية وفق لجنة ملكية انهزت المقاربة التشاركية. إذا تفعيل هذا النموذج التنموي سيكون بنفحة ليبرالية من قبل تلك الحكومة، وتكون معارضة يسارية نأمل أن تكون معارضة مسؤولة وواعية مسؤولة، تزود العمل التشريعي، تعطي النفحة الاجتماعية، تقوي المؤسسات، وهذا بدون شك سيصب في صالح الخيار الديمقراطي والدفع به إلى الأمام لتحقيق الانتقال الديمقراطي الذي نريده جميعا، وكذلك للدخول لمرحلة التنمية. هذه المرحلة لأن الخيار الديمقراطي لا يعطي عوائده أو نتائجه إلا مع التنمية. نعم، رئيس الحكومة قال إنه سيتم العمل على اقتراح أسماء تتمتع بالكفاءة والمصداقية والأمانة لتتحمل مختلف المسؤوليات. عمليا هل يمكن أن نرى وجوها جديدة بالمرة في الحكومة المقبلة؟ للأسف بأن التجارب السابقة ولدت لدينا مراصد الترديات، هذه الترديات صار من هب ودب ينصب إلى منصب وزير، والحال أن البلاد والحكومة محتاجة للكفاءات، محتاجة للفعالية، وكذلك محتاجة لنظافة الذمة التي تعطي قوة للحكومة. ومن الصعب لأوانه تقييم مقولة رئيس الحكومة أو تصريح رئيس الحكومة، لأننا عشنا في حكومة قيل أنها حكومة كفاءات، والحال أن لم يكن فيها كفاءات، وبالتالي نحن وفق النبرة العلمية نتمهل في التقييم والحسم على هذه الحكومة.
نعم. هل حقا ستتضمن كفاءات أم ستتضمن طرديات؟ نعم، وهل تتوقعون أيضا أن تكون هذه الحكومة ربما بوزراء أقل؟ من المفروض أن تكون حكومة بوزراء أقل لأنها بأحزاب أقل، وبالتالي هذا ما يمكن أن يعطي قطاعات وزارية تكون متكاملة، لأن كما قلت لك سيدتي بأن ثلاث أحزاب لها أغلبية مريحة، هذه الأغلبية إذن ممكن أن تقلص الحكومة إلى أقل من 25 عضو في الحكومة، ولا شك أن هذا التقليص يمكن أن يعطي أقطاب حكومية تعطي الفعالية، لأن ما عشناه سابقا كون هناك أحزاب متضاربة أو قطاعات حكومية متضاربة عطلت على البلاد وعطلت على العباد فرصا في التنمية وفي تسريع العمل التشريعي وفي تسريع الاقتصاد الوطني. نعم، هل يمكن أيضا الحديث عن تحدي توزيع الحقائب، ربما الحقائب الوزارية، أم أن هذا الأمر متجاوز في ظل التشكيلة أو الصيغة الجديدة؟ هذا يتوقف على رئيس الحكومة وعلى طبيعة حلفائه، هل ستكون الغاية هو تسريع برنامج تنموي وتكون الغاية هي تلبية تطلعات المواطنين، أم ستكون الغاية الحزبية أو الأناني الحزبية التي ستنتصر؟ إذن لتقييم هذا ينبغي النظر في حينما ستقدم الحكومة، وبالتالي يمكن تقييمها، رغم أن مبدئيا حكومة بثلاث أطراف أو حكومة تركة يمكن أن تشكل حكومة أقل بحس وطني أكثر، لأننا كما أمام منعطف تاريخي يمكننا من الدخول لمرحلة التنمية ويمكننا من بلوغ مسار الدول الصاعدة، كما أن هذه الأحزاب من المفترض فيها أن تحترم تعهداتها أو وعودها التي هي عبارة عن تعاقدات بينها وبين المواطنين، حتى نعطي للعمل السياسي ذات تلك المصداقية ونقوي المؤسسات. نعم، في هذه النقطة بالذات، هذه الأغلبية الحكومية في نظركم إلى أي حد ستكون متماسكة؟ وهل تتوقعون ألا نشهد مشاكل وربما كالتي كنا نشهدها سابقا داخل الحكومة؟ مؤهلة أو المعطيات المتوفرة بأن هذه الحكومة ستكون منسجمة، على اعتبار كونها توحدها الليبرالية، توحدها بحكومة أقل، بزعماء أقل، وبالتالي من الصعب الحكم، لأن هل ستتمتع هذه الأحزاب بالحس الوطني؟ هل رئيس الحكومة بالقوة والمكانة التي يمكن أن يشغل ثاني منصب في هرم الدولة ويدوب الخلافات كلها تحديات موكولة إلى رئيس الحكومة المكلف عزيز أقنوش، وبالطبع ويتقاسمها باقي الأحزاب السياسية وهي الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال؟ نعم، البرنامج الحكومي المقبل يفترض أن يأخذ بعين الاعتبار التزامات أحزابها في برامجها الانتخابية، هل تتوقعون برنامجا قويا نظرا لهذه الوعود المقدمة؟ المعطى المتوفر حاليا والذي لم يكن متوفر سابقا هو كون الحكومة لها نموذج تنموي جديد، هذا النموذج التنموي الجديد يحكم لتحدياته استراتيجية، وبالتالي قدرة وكفاءة وإبداع هذه الحكومة في تنزيل هذا المشروع التنموي ليصبح سياسة عمومية وبالتالي فإن المأمورية أمام هذه الأحزاب صعبة، خاصة أنها أعطت وعودا إذا كانت المعطيات والطموحات تبين بأنها معقولة، لكن تنزيلها يحتاج لإبداع سياسي ولكفاءات تدبيرية من النوع العالي. نعم، أخنوش قال أيضا إنه تفهم التطلعات التي عبرت عنها بعض الأحزاب السياسية المشاركة للمشاركة في الحكومة القادمة والتي اعتبرها مشروعة ولاعتبارات كثيرة، في اعتقادكم ما الذي دفع حزب الأحرار لعدم إشراك أحزاب أخرى؟ الذي دفع بالتجمع الوطني للأحرار لعدم إشراك الأخرى أولا هو صوت الناخب، لأن الناخب بوأ ثلاث أحزاب المرتبة الأولى،
ثانيا بان الاحراج الذي يمكن ان يحمله البعض وهو لا يتلاقى مع السياسه بكون ان السياسه تتلاقى في البرامج، هذه البرامج لان مفروض في ان المغرب اولا، وبالتالي في ان الحال الشاذ التي عندنا هو طموح الكل بلوغ الحكومه، واذا كان الطموح لان الوصول للحكومه هو ليس غايه، هو يكون وسيله، ويمكن ان عزيز اخنوش من خلال هذه الخطاب يقصد بالدرجه الاولى ادريس الزقر والاتحاد الاشتراكي الذي خلق تساؤلات كبيره في الانجذاب الجارف نحو الوصول للحكومه، الامر الذي جعل رئيس الحكومه يعطي هذا التصريح، والحال ان اراده الناخب التي هي تعبر عن الاراده الشعبيه مكن الاتحاد الاشتراكي من المنصب الرابع او المرتبه الرابعه التي تخوي له قياده المعارضه، لان الوطن اولا يجب ان يكون وضوح في الاغلبيه ووضوح في المعارضه بعيدا عن العلاقات الشخصيه، المفروض حتى تحالفات الاحزاب تكون تحالفات مؤسساتيه بناء على برامج، بناء على هويه، لان اذا كان مثلا في الحكومه السابقه السبب الذي جعلنا نتحدث عن البلوكاج كون احزاب كانت هناك احزاب يساريه حكوميه واحزاب يساريه معارضه، وكل هذا خلق بلوكات وخلق ضبابية في المشهد السياسي، جعلت أيدينا على قلوبنا في إعادة الثقة في إرادة الناخب. رغم ذلك ورغم الجائحة الناخب حققت رقم قياسي وهي 50%، ينبغي استثمار هذه 50% من المشاركة الشعبية وإعطاء المصداقية للعمل السياسي، ويكون كل حزب سياسي يحترم هويته، يحترم برنامجه، وقبل هذا وكل يحترم مناضليه. نعم، نبقى دائما في إطار التعليق على تصريحات رئيس الحكومة المعين، قال أيضا إن مبدأ التوازن بين الأغلبية والمعارضة يقتضي أن لا يتم تركيز كل القوة في جانب دون آخر لضمان فعالية الأداء الحكومي والبرلماني سواء الأغلبي منه أو المعارض، ولكن بالأرقام المعارضة تشكل ربما أقل من ثلث مقاعد البرلمان، كيف يمكن أن نرى شكل المعارضة المقبل؟ الدستور المغربي أدرك مع دسترة الخيار الديمقراطي أدرك أهمية المعارضة أو المشروع البديل أو الطرح البديل، وبالتالي أعطاها حقوقا دستوريا، وما جعلنا، وكان بالمناسبة هذا النقاش عند تعيين أخنوش، وكان في حلقة أنت دبرتيها الأستاذة الكريمة، حينها طرحت المعارضة لأن قوة المعارضة في تفعيل آليات الدستورية الذي وضعها المشرع أمامها، وهي آليات عديدة يمكن من خلالها الضغط على الحكومة لتشريع لتجويده للقيام بأدوارها الدستورية. حتما إذا قامت بأدوارها الدستورية وتكون معارضة مسؤولة، وليس المعارضة التي عشناها في السابق والتي كانت عمارة معارضة العنف اللفظي ومعارضة الشعبوية التي أدخلتنا في قاع، والحال أننا الآن اللحظة الآن تقتدي معارضة مسؤولة بهوية منسجمة بتنسيق أو بقيام، ولما لا قيام قطب اشتراكي من داخل المؤسسات، على اعتبار أن حتى التجربة البريطانية قامت شكلت الأقطاب السياسية من داخل المؤسسات، والحال أن تكتيكات أو الأحزاب السياسية كانت تتخذ، لم تكن هناك تحالفات بشكل مسبق، كل كان ينتظر صوت الناخب أو إرادة الناخب. الناخب قسم المشهد السياسي إلى اثنين، قسم ثلاثي أغلبي يمكن أن يقود الحكومة، وأحزاب يسارية جعل الاتحاد الاشتراكي يقودها، هذا صوت الناخب، وبالتالي إذا كانت هناك معارضة مسؤولة قادرة على التعبئة، قادرة على تفعيل آلية الدستورية، أكيد أنها ستشكل البديل لسنة 2026. من جهة ربما هذه الأحزاب الثلاثة كونت الحكومة وضمنت الأغلبية في البرلمان وتقسمت رئاسة الجهات المملكة ربما بالتساوي فضلا عن رئاسة المجالس الإقليمية ومجالس الجماعات والمدن، كيف تنظرون إلى هذا الأمر سيدي؟ هذا الأمر نظرت إليه بعامل إيجابي، على اعتبار كون تنظيم انتخابات في وقت واحد مكنت لنا الجهات وهي حكومة الجهات
ومكنتنا الحكومة من نفس التشكيلة الحكومية أو من نفس الأطياف السياسية. كل هذا يمكن أن يعطي انسجاما داخل الحكومة وداخل الجهات التي يعول عليها المغرب للتنمية الشاملة، ويمكن هذا يصب في مصلحة الديمقراطية كما يصب يا سيدتي في مصلحة الفعل السياسي أو الفعل الحزبي. يحول الفعل الحزبي من ممارسة أشخاص إلى ممارسة مؤسسات. ميزة هذا التحالف الثلاثي كونه تحالف على صعيد المركز وتحالف على صعيد الجهات، الشيء الذي لم يبقى للعامل الشخصي أو العامل المناطقي بأهمية أو يذوبه أو يهدمه، وهذا في رأيي يسب في مصلحة ثقافة المواطنة، يسب في مصلحة الانسجام بين الحكومة وبين الجهات، كذلك في الانسجام بين المعارضة داخل المؤسسات والمعارضة داخل الجهات. نعم السيد رشيد الأزرق أستاذ القانون الدستوري والعلومية السياسية بجامعة بن طفيل بالقنيطرة، شكرا جزيلا لك على تفاعلك. شكرا لك. مرحبا مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الفقرة، إلى اللقاء.